تصريحات وزير الصناعة أن هناك 1500 مصنع تم غلقه ويتم حل هذه المشاكل، لكن تقرير حضراتكم له رأي آخر. احنا تقريرنا على فكرة من أرض الواقع، يعني اللي أنا عايز أقوله إن التقرير ده هو رصد قامت بيه القيادات العمالية في المناطق الصناعية اللي مذكورة في التقرير، فهو بالتأكيد تقريرنا هو الأصدق، لأنه تقرير بيستند لوقائع ومن العمال، وإحنا أيضا 4500 مصنع 4500 مصنع أغلقوا في خلال العامين السابقين، وعلى أثر ذلك فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم، وإحنا أيضا مدعمين التقرير بتصريحات لممثلين لهيئات رجال الأعمال اللي أغلقت مصانعهم. هل في عدد في عدد حضراتكم حصرتوه بالعمال فعلا اللي تم تشريدهم؟ احنا حاصرين عدد في كل منطقه، واخد بالك، الاجمالي ممكن يتحسب، واخد بالك، بس 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 هو يفوق ال 130,000. حضراتكم النهارده لكم موقف من الانتخابات البرلمانيه القادمه، ايه هو هذا الموقف؟ احنا موقفنا من الانتخابات البرلمانية ان احنا طرحنا على جبهة الانقاذ عدد من النقاط. النقطة الاولانية ان احنا طلبنا جبهة الانقاذ ان العدالة الاجتماعية تبقى هي محور البرنامج الانتخابي لجبهة الانقاذ في الانتخابات البرلمانية الجاية، لان فعلا الوضع الاقتصادي هو يعني هو الوضع الساخن بالنسبة للمواطنين، يعني احنا معدلات الفقر ارتفعت جدا، مستوى الفقر بقى مفزع في المناطق الفقيرة، الناس بتفقد وظائفها، في حالة الركود الاقتصادي مؤثرة بشكل كبير جدا على زي ما احنا بنشوف اهو مصانع بتغلق، ايضا كمان قطاع السياحة اكتر من 500,000 واحد فقدوا وظائفهم في قطاع السياحة، في قطاع البناء حدث بقى ولا حرج لانه تقريبا شبه متوقف، ففي ولكل هذه الاسباب احنا بنتكلم عن فكره العداله الاجتماعيه اللي هي كان شعار رئيسي من شعارات الثوره. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان يبقى في عدد من القيادات العماليه بياخدوا فرص في قوائم جبهه الانقاذ تسمح لهم بالدخول للبرلمان، لان في مجموعه من الملفات الهامه احنا مهتمين ان احنا نطرحها في البرلمان الجاي، اهمها قانون الحريات النقابية، تعديل قانون التأمينات وقانون العمل، وأيضا إصدار تشريع جديد للعمالة الغير رسمية. احنا عملنا لقاء في حضروا الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عمرو الشبكي والدكتور عمرو حمزاوي، وهم تفهموا هذه المطالب. ايضا في خلال الفتره الجايه هنعمل تواصل مع كافه رؤساء الاحزاب المشتركه في جبهه الانقاذ، لان احنا شايفين ان دي مطالب طبيعيه وعادله. في رد من جبهة الإنقاذ لحضراتكم بتحديد في القائمة نسبة معينة من العمال وما إلى ذلك؟ هم متفهمين جدا، بس هي الفكرة ان لحد الآن الترشيحات بتأتي لجبهة الإنقاذ من الأحزاب المشاركة في الجبهة، ولم يتم عمل البدء في عمل القوائم، زائد ان هو مطروح ان جبهة الإنقاذ مطروح عليها فكرة المقاطعة. الانتخابات نتيجة كان في تصريحات كان ممكن للأستاذ حمدان صباحي ان فكرة مقاطعة الانتخابات فكرة مطروحة بالفعل. طبعا، لان القانون الانتخابات قانون سيء، واخد بالك، والإخوان المسلمين فصلوا القانون كما كان يفعل الحزب الوطني. للدستورية، والدستورية حالتهم فاضية. الدستورية هتحكم طبقا لصحة المواد هذا القانون مع الدستور، واخد بالك، انما احنا معترضين على حاجات اساسيه، يعني احنا معترضين على فكره القوائم، على فكره الدوائر، واخد بالك، معترضين. الدوائر دي تركت يا فندم تحديدها للدستوريه وليست ولم تحددها مجلس الشورى. لا، مجلس الشورى عامل دوائر. اقصد الدوائر. الدوائر مجلس لا
المشروع القانوني فيه دوائر، واخد بالك؟ طيب فلنفرض ان المحكمه الدستوريه قالت ان ده لا يتعارض مع نص الدستور، مالك؟ فاحنا هنا في دوائر حقيقه يعني غير متناسقه وغير عادله ومعموله بطريقه لصالح طرف دون الاخر. ايضا فكره ان في حكومه محايده هي اللي تدير الانتخابات. احنا مش هنرجع نلف تاني بعد الثوره في نفس الملف اللي كنا بنلفه ايام الرئيس المخلوع. يعني دلوقتي حضراتكم معترضين على القانون وعلى الحكومه؟ نعم. احنا مع الموقف اللي اعلنته جبهه الانقاذ امبارح احنا معاه تماما، بالك؟ ولكن احنا بنشتغل على محورين، بنستعد للانتخابات ونستعد للمقاطعه ايضا. هناك محور آخر لهذا المؤتمر وهو فعاليات عملية في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. احنا طبعا منظمين عدد من الفعاليات العمليه في بمناسبه الذكرى الثانيه للثوره، لان احنا بصراحه اكثر ناس لم ناخذ حقوقنا من يعني لم تنصفنا اي حكومه من الحكومات اللي جاءت بعد الثوره. ما زال قانون الحريات النقابيه لم يصدر، التعسف والانتهاكات بتطارد القيادات النقابيه، ما فيش حد ادنى، وضع اقتصادي بيتردى. فاحنا خارجين في القاهره وفي اسكندريه وفي المحله. في اسكندريه كل اعضاء النقابات المستقله طبعا مؤتمر عمال مصر الديمقراطيه هتتجمع في القائد ابراهيم وهتمشي في المسيره مع المتظاهري اسكندريه. في المحله هيتجمعوا في الشون في السويس في حي الاربعين. هنا هينضم لينا كل النقابات سواء من حلوان او من العاشر من رمضان او من السادات، وهنتجمع عند كلية الصيدلة وننضم للمسيرة اللي هي جاية من المعادي. المطالب اللي تنادوا بيها في 25 يناير هتكون ايه؟ للأسف هي نفس المطالب، ده للأسف، ان هو اصدار قانون الحريات النقابية، حد ادنى للأجور، بيضاف عليها بقى مطالب جديدة زي فكرة حل مشاكل المصانع اللي موجودة لتشغيل العمال اللي فقدوا وظيفهم. للأسف احنا في نفس المربع. خليني اقول لحضرتك، هل ما فيش اي محاولات بين حضراتكم هنا في مؤتمر عمال مصر الديمقراطي والجبهة الإسلامية، حزب النور، حزب الجمعية الإسلامية لبناء والتنمية وما الى ذلك؟ للأسف ما فيش، للأسف ما فيش، لم نتلقى دعوة.